حقوقه كثيرة عليه الصلاة والسلام، الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمتها، يعني بليت عظامك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأجساد على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، اللهم صلي وسلم عليه. فأنت إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام تعرض عليه، هو لا يعلم على الصحيح ما يدور بعده في أمته إلا ما ثبت عنه في الصلاة. قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام، اللهم صلي وسلم عليه. إذا سلم على الإنسان في أقصى الأرض أو في مغربها أو في شرقها أو في أي مكان، فإن الملائكة يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام ويرد عليه السلام. هذا كرم من الله تعالى وجود، كذلك هذا من فضل الله تعالى. قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صلي وسلم عليه. أبخل الناس، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ترة حسرة يوم القيامة. وكذلك قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، قال من صلى علي صلاة واحدة كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفعوا بها عشر درجات، يحصل له أربعة أشياء: صلاة واحدة كتب له عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات. وذكره الله تعالى في من عنده كما في الحديث الآخر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه.